بالنسبة للمسلمين هنا، فإن من أكبر أمنياتهم هو أن يجدوا الفرصة للذهاب لأداء فريضة الحج. من هذه قطعاً وقتنا أغلب إن تاين خوش بولدم. 到美加朝觐是我一直的愿望，之前终于来了，我特别高兴。 رحلات الحج بشكل عام ليست سلسة، فقد تعرض المسلمون في جميع أنحاء العالم لبعض الحوادث أثناء أداء الحج في 40 عاماً الماضية. ومع ذلك أخبرني العديد من مسلمي شينجيانغ الذين وصلوا إلى مكة لأداء الحج بأن رحلاتهم صارت على ما يرام. 从家里面坐汽车到乌鲁木齐，然后坐包机到美加，给我们配的有医生、医助长。到美加以后，住宿条件也特别好，还给我们配了翻译，朝觐的一切都特别顺利。中国穆斯林来的，我们的个人意见，不是我个人意见。